سلام ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكون صحتكم مليحه يا ربي. اليوم جيتكم بوصفه تقليديه اللي نعرفوها كامل، لكن هذه الوصفه بزاف زاكيه وبزاف بنينه، تناسب وتوالم اللي يديروا الطلبيه تاع الحلويات. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه تاع امي، يعني وصفه قديمه بزاف بزاف، كما شويه كتبتها في لاجوندا وانا توجور نديرها عليها. نروحوا للمقادير. اولا عندنا 500 غرام زبده، انا نستعمل صول ولا لابيل. عندنا 7 بيضات، 4 كاملين و3 صفار بيض برك. عندنا 5 ملاعق كاوكاو مطحون ومحمص، عندنا ملعقه لافاني، عندنا 2 خميره، وعندنا فارينه حسب الحاجه كنا غربناها. نروحوا طريقة التحضير. اولا نجيبوا هذاك البيض نكسروا 4 حبات، وهذو 3 نفصلوا الصفار على البيض. احنا الصفار راح نستعملوه في العجينة، والبيض راح نستعملوه نحتفظوا به باش نرمدوا به الحلوة الحبات تاعنا المشوك عفوا، ومن بعد نزيدوه في الكاوكاو. هاي اللي كيما راكم تشوفوا، انا هذوك 4 بيضات كاملين و3 تاع الصفار راح نستعملهم في العجينه، وهذاك البيض راح نحتفظ به باش نرمد فيه في الكاوكاو كيفاش طحنته. اولا جبنا باسينه حطينا فيها 500 غرام فارينه. شوفوا انا هي فيها كاس سكر، سواء سكر غلاسي ولا سكر نورمال، انا نسيت ما قلتهم لكمش في المقادير. نعاود ناكد، كاس سكر اما سكر رطب ولا سكر عادي، وملعقه تاع لافاني. هذاك الكاس ما يكونش عامر بزاف، هذه ملاحظة. نزيدو هذوك 3 صفار بيض، ونزيدو 4 بيضات كاملين. ونخلطو. انا راح نستعمل اليد برك، انتي تستعملي واش حبيتي، يعني هنا يتبقى اختياري، لكن من الاحسن نديرو باليد. نزيدو هذاك الكاوكاو، وبعدها نبقاو نزيدو في الفارينه بشويه. هذيك الفارينه كنت صفيتها، يعني ملاحظه كنت صفيتها، ونزيدو 2 تاع الخميره ونخلطو حتى نتحصلو على عجينه طريه. شوفوا كيفاش تحصلنا على العجينه كيفاش طريه. انا دائما نحب نتستي حبه، نشكل حبه ونطيبها في الكوشه ونشوف الا تهبطت لي ولا. هاو عندي الكاوكاو كنت حمصته شويه برك، يعني ما حمصتوش مليح. وعندي هذاك البياض البيض اللي انا احتفظت به، نضربه شويه باش نكسره ونشكل حبه كويرات، نحطهم في البياض البيض ونرمدهم في الكاوكاو. على بالي كامل كامل تعرفوا وصفة المشوك، لكن انا حبيت نشارك معكم الوصفة القديمة ونحطهم في الكيسات. يعني احنا مشوك عادي نطيبوه في الكيسات نورمال. نكمل كامل الكمية بنفس الطريقة. هاي ليك، بعد ما عملني كامل البلان راح ندخلو الكوشة، نشعل من تحت جست ما يطيب لي، نزيد نحمر من الفوق وتكون النار متوسطة.
هنا بعد ما طاب لي شوفوا كيفاش تنفخ، كيفاش يجي مشقق، هو حامي. غير تخرجوا من الكوشه شربوه بالعسل. انا هنايا العسل استعملت عسل المرجان، انا يعجبني عسل المرجان. انتما تقدروا طيبوا العسل في الدار، لكن انا نفضل انني نستعمل هذاك العسل تاع المرجان، عنده كو شباب. لازم نشربوهم مليح باش ما يجيناش المشوك ناشف. وهاي لك المشوك تاعنا في التقديم بعد ما برد وشرب هذا كامل العسل. نتمنى انها تعجبكم الوصفة وتطبقوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. هي وصفة عريقة وبزاف ناس يعرفوها، كي اللي راه يزيد لها الفوقة هذاك الكرز المجفف، لكن انا ما حبيت، حبيت يبقى المشوك على الطريقة التقليدية. شوفوا كيفاش راني حليت حبة معاكم، كيفاش مشربة وكيفاش هشيشة يعني بصباعي برك قسمتها. وما عليا غير نقول لكم سلام وتهلاو في روحتكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.